انا الوضع هذا اولادي انا ما عم بس نقدم لهم شيء مثل الاولاد تموا انه حاجه كل شيء وهذا كله ما عم بوفي بعشر ليرات لحتى ابيع بالنهار لا مدرسه مثل الخلق لا علم مثل الخلق مقضينا نحن هيك كله مأساة مأساة لعندنا بيت من ستر فيه مثل الخلق لا عندنا شيء لا عندنا ضو لا عندنا شيء طاول طاول عايشين كله هيك مأساة مأساة حياتنا كلها صعبة أنا طلعنا 2016 من حلب وأنا أولادي ننام بالحدايق قضينا ثلاث أيام كلها في قضيناها خوف ورعب وجوع وعطش وبرد كلها قهر بقهر حتى لفانا زلمي وبركنا بالإيواء أبوني جماعة هون على دار الإيواء وبركت وحاولت أني أتواصل مع أهلي فإنه بيحولي أولادي وأبرك أنا أولادي أهلي استعدوا أنه بيقولوا لي كبي أولادك لأبونا أبونا عقل ما في وأنا بلشت ألم كرتون وعايش أنا أولادي وجوزي عنده أربع أولاد هنن من مرته هديك الماتت في الغصف الطيران وهن مصابين هو السبب جوزي ديحهم كلهم بالشوارع في الحارات وأنا أولادي هلا بيركين في اللواء وعبالم كرتون شوفت عينكم وعبابيع وعبعيش الأولاد ومعيشة صعبة وحياتنا صعبة كتير كتير